للأسف أمروا باعتقاله. أول جلسة ما فينا نعمل شيء، عن إذنكم. مراد. أليف سامحيني، سامحيني، أنا آسف. رح تمره، أنا متأكدة. أنا بحبك، أوعك تبكي كرمالي. خلينا نمشي. مراد ابني. بابا لا تقلق، رح اعمل اللي بقدر عليه. انت بطل، بكفيني بطل قوي. زلوخ سلمي على اخوك. اخي انت شو قصتك يا زلمه؟ لك حرقت كل حياتك، فكر باللي تركتن وراك، فكر بألف. لك مانك شايف انه من حقك تكون سعيد؟ معك سيجاره؟ معك سيجاره؟ مشي حالك بهالباكيت من هون لتطلع. شغلتي مطولة. ماما زينو. الله يرجعه بالسلام. تعباني كتير، تعباني. خليك يا قوي بنتي. أهلا وسهلا ستي. يرجع لك بالسلام. الله يسلمك. هلا اجينا من المحكمة، امروا بتوقيفه. معي خبر. لسه امبارح كنت عم بتحركز فيه ليعبي لي ارض ديار اولاد. اولاد كتير لدرجة ما يخلوا الواحد يعرف ينام الظهر. واطلع انا عيط عليهم واقول لهم ارجعوا من هون يا اولاد، ويهربوا كل واحد بجهة. خليك عم تدعي لربك رجعه، الله كبير. يلا نطلع، نطلع نشرب فنجانة. تفضل. شو الأخبار؟ الأخبار سيئة. ما لقيت مجيد؟ لقيته. ايه؟ جيب لي شاي كمان. طلع مثل سفر. كمان اختي راحت لعنده؟ راحت لعنده ولعند غيره كمان. ما عم بفهم شو عم تحاول تعمل. عثمان انا بعرف بشو عم تفكر، اوعك تحكي خليهم ببطنك، ماني رايق ابنه. يلعني اذا بحكي. حاشا ضارب لي بوز، شو ناوي طالع لي روحي؟ بعرف انه وضعنا تعبان كثير وما في حل تاني. اختي عم تحاربني. لك أغا، نحن ليش ما بنشتري شاحنة لحالنا؟ عثمان والله العظيم طالع على بالي اخلع الكف. عم قلك كميون، كميون. وين كنت مخبي هالأفكار النيرة من زمان؟ ليش ما قلت من الأول؟ شو بيعرفني؟ وانت ما خطرت لك؟ لو بغير هالوقت كانت خطرت لي. عقلي ضل باسطنبول. ليش؟ في شي مشكلة؟ ايه في.
شمس عم تتغنج علينا، بس شو عليه اذا ما رح رد لها اياها؟ علم على كلامي. ايه وينك؟ جيب لي شاي. عنا هون نادر ما تلاقي مره ما فات جوزها على الحبس. وقت ما كانت المره قويه قدام الناس قد ما كان جوزها مرتاح ومتحمل حبسه. ما عم صدق. يعني ما حدا عم بيقول انه مراد قاتل غيره هو، وما حدا رضيان يصدقه. مو غريبة؟ غريبة وغريبة كتير. رجع أغا، إذا بتسمح خلي أليف تبقى عندي الليلة، منفضفض لبعضنا طبعاً إذا هي بدها. روح مثل ما بدك. خليك اللعبة. يا سلام. رفقاتك بيقولوا لك وين تنام. شكرا. الله يفرج عليك. عنك يا أغا، لا تعس. استغفر الله. بالفرج يا أغا. تسلم. تفضل، هذا هو تختك. تلك المرة نخب ممتاز. بريما. الشغل معك شرف كبير سيد كارلو. أرفيدارتشي. أرفيدارتشي. لو شفتي كيف كان مراد جاي على البيت كان خايف. ايه بلا كان خايف، بس حسيت انه في شيء اكبر من الخوف، شيء فظيع. رجع اغا حكالي عن كل اللي صار. سلاح كان لرمو. طيب مراد كان يحمل سلاح؟ هلا بتابلو سياره في واحد بس ما بيحملوا معه. لو كان ناوي يقتل كان اخذ سلاحه معه وراح يقابله لرمو. ايه ما اخده، يعني في إنا مراد مثل الجبل قوي وقبضاي وقدر يسيطر على رمو وسلاح بايده. اذا وصل لهالحاله ليش ليقوصوا؟ ليش ما اخذوا سلموا للدرك؟ لقوا مين اللي قوص؟ مراد. ايه حاج بقى يا لسه ما ضيع عقله هاد السلمي. والله ما بعرف ماما زينه، والله رح شين. حاسة إنه هالشغلة فيها إنا. كنت بدي أقول له لرجا بس قلت يلا سكتي يا مرة. أصلاً كل شي صار فينا من ورا هالحكي، لا تتدخلي. فاربيني قربتي